الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فهناك أحد الإخوة كرر السؤال عدة مرات، يسأل عن حكم تطهير الثياب بالغسالات الحديثة التي هي تسمى أوتوماتيكية، التي يعني توضع فيها الثياب من جنب أو من الأسفل وليس من الأعلى، لأن الغسالات القديمة كان يوضع الماء، يأتي الماء من أعلى إلى أسفل. هذه تكون الثياب، وقد تكون الثياب متنجسة، فالماء يأتي إليها من الأسفل أو من جهة جنب يمين أو يسار أو هكذا. وهناك كثير من الشيوخ يفتي بأن هذا لا يطهر، ولا سيما من الإخوة الشافعية الذين يتشددون في هذه المسألة، وهذا سبب حرج كبير على المسلمين. أولا، يعني تكييف سبب التحريم أو عدم الطهارة عند من يقول به، يقولون ماذا؟ القاعدة تقول في الفقه أن الماء إذا ورد على النجاسة فمن صفاته الدفع والرفع، يرفعها ويدفع عن نفسه النجاسة. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بالدفع سيبقى متنجسا إلى قيام الساعة. مولان الماء لاقى أوله النجاسة فتنجس، وجاء الماء الثاني فتنجس بالأول، والثالث تنجس، وهكذا وهكذا إلى قيام الساعة، وهذا لا يكون. الشرع الشريف أخبر أن الماء جاء ليطهر، فمن صفات الماء الدفع والرفع، يعني يرفع النجاسة ويدفع عن نفسه. إذا لم يدفع عن نفسه وصف النجاسة فإنه لن يطهر، لأن كل ما تلاقى جزء من هذا الماء تنجس وهكذا. فالقاعدة عندهم بناء على هذا، إذا ورد الماء على النجاسة أزالها وطهرها، يعني طبعا بشروط، لابد أن يزيل عينها إلى آخره، لا نخوض في هذا لأن ليس هذه المشكلة الآن. وإذا وردت النجاسة على الماء لوثته، إذا كان ماء قليلا، الماء الكثير لا يحمل الخبث، إذا ورد الماء قلتين لم يحمل الخبث. ونتكلم الآن هنا عن طريقة الشافعية، وعن طريق عند الحنفية أيضا الماء الكثير، لكن اختلفوا في حد الكثرة مع الشافعية. على كل حال، ماذا نفعل؟ هل نلغي هذه الغسالات الأوتوماتيكية ونقول للناس إنها لا تطهر وأنها فقط تنظف؟ إذا نظرت بالنظرة الضيقة ستفعل هذا. طيب النظرة الواسعة، هل تخالف ما في الكتب؟ لا، لا أخالف ما في الكتب، لكن الأمر جديد، هذا من النوازل، ومسائل النوازل يجب أن ينظر إليها بطريقة مختلفة. أول قضية في هذا الباب، يعني من أصول الحنفية، قضية الاستحسان. الاستحسان ما هو؟ أن تخرج بالمسألة عن حكم نظيراتها لمقتضى ومرجح يقتضي هذا العدول. تعال ننظر في هذا الأمر. طبعا بعض الناس الآن إذا سمع كلامي مباشرة يقول الذي يحكم بالاستحسان هو المجتهد. صحيح، الذي يحكم بالاستحسان هو المجتهد. طيب هذه نازلة، ماذا نفعل؟ نعطل حياة المسلمين؟ نص علماء الحنفية على أن من المسائل التي لا تحتاج إلى مجتهد قضية عموم البلوى، وعموم البلوى هذه موجودة في هذه الصورة لا محالة. هو يقول طيب لكن أنا بالنسبة لي أغسل ثيابي بيدي، ها، أو أغسل بالغسالة القديمة، أضع الماء فوق هذا حتى يتطهر ثم أعصر بعد ذلك. كلامك صحيح، لكني لا أستطيع أن ألزم الناس جميعا بمذهبك أنت في الاحتياط، لأن الأمر قد عمت به البلوى فعلا،
وأنت تنظر في حالة جزئية وهي ماذا؟ حالة بيتك. طيب تعال إلى المشافي الآن أو إلى الجيش أو إلى أي مكان فيه اجتماع كبير من الناس، تأتي غسالات المشفى فيها آلاف ربما أحيانا البطانيات، فماذا يفعلون؟ الحكم لابد أن يكون عاما، فقد عمت البلوى لا محالة، لأن هذا الأمر شاع وانتشر جدا ولا يكاد يكون بيت إلا وفيه. هذه المسألة ربما قبل 30 سنة وفعلا بعض الناس كان يتورع فلا يأتي بهذه الغسالة الجديدة، يعني بناء على ما في كتب الفقه. الآن الأمر اختلف. طيب كيف، ما وجه الاستحسان؟ أنا أقول لك ما وجه الاستحسان. وجه الاستحسان أن التنقية قد حصلت فعلا، فيقول لي التنقية نوع من النظافة، والنظافة ليست هي المقصودة في الشريعة، المقصود هو ماذا؟ الطهارة. النظافة تقابل القذارة، والنجاسة تقابل الطهارة. واقع التنظيف وواقع التطهير، يعني إذا أتيت بثوب غسلته بيدك 3 مرات بل 7 مرات إحداهن بالتراب حتى تتنجس بالكلب، 7 مرات غسلته بيدك وبالماء بالوسائل التقليدية ثم غسلته بالغسالة، الواقع أن التنظيف قد كان أضعاف مضاعفة تنظيفك باليد. النتيجة الحاصلة ما هي؟ قم بتحليل هذا وتحليل هذا، لن تجد أثرا للنجاسة أصلا بالغسالة الحديثة، بينما تطهيرك باليد إذا قمنا بالتحليل ربما نجد، لأنه ليس في مهارة الغسالة. فهنا وجه الاستحسان أن النتيجة قد حصلت، يعني إذا قلت بزوال عين النجاسة وزوال آثارها، إذا قمنا بالمخبر هنا سنجد أن تطهير الغسالة أحسن من تطهيرك، هذا واحد. والأمر الثاني قضية عموم البلوى، بحيث انتشر هذا في كل مكان في كل بلد، طلاب في جامعاتهم، الناس في أسفارهم، أنت في فندق، تعال أفتي الناس بما في الكتب، الذي في الكتب مناسب لذلك الزمان، لأن الزمان اختلف، يعني ثق تماما، أنا عندي يقين تام، لو رأى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والشافعي هذه الغسالة سيحكم بطهارتها، أنا واثق تمام الثقة، إذا رأوا ذلك سيقول هذه أحسن بكثير من الوسائل، لكن هم كانوا يتكلمون عن وسائل بسيطة في الزمان الماضي. نعم ذلك الفهم استنبط من بعض النصوص، ولكن الواقع كالنص. السلف الصالح حسب قواعد البيع التي جاءت في الشريعة لا يجوز لك أن تشتري شيئا إلا وهو محدد الكمية أو معروف الكمية بالنظر مثلا أو بالكيل والوزن حتى لا نقع في الغرر. طب تعال هذا الإنسان يدخل، وأول مسألة واجهت المسلمين الحمام في الزمان الماضي، كل إنسان يحتاج الحمام، سيبقى يغتسل ما شاء الله وربما يزيد، والناس يتفاوتون في الطهارة، كيف أقيس التطهر بالحمام؟ يعني علي أن أشتري منه الماء 10 أرطال كل رطل بكذا، وأنا أحوز الماء ثم بعد ذلك أغتسل، هذا في عسر كبير على الناس. فأفتوا بالتسامح في هذا الباب وأجازوا عقد الحمام مع أنه فيه بعض الغرر، تمام، مع والنصوص تمنع من الغرر، لكن وجدوا أن التضييق على الناس، يعني أصل النص جاء رحمة بالناس وحتى يرفع عنهم الحرج، فإذا ما أتيت لتطبق هذا ستوقعهم في حرج أكبر، فالشريعة جاءت أصلا لرفع الحرج، فأنت ما جاءت لتحرج الناس، ولو شاء الله لأعنتكم، الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. إذن
تساهل السلف في قضية هذا. طبعا أنا لا أقيس هذه بتلك، هذه قضية وهذه قضية، لكن أبين لك كيف كان السلف ينظرون إلى المسائل، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. الذي أفتي به الناس وأعمل به في بيتي هو جواز التطهير بهذه الغسالة الأوتوماتيكية. ولو يسر الله تعالى، يعني هذا إيش مما خسر العالم من انحطاط المسلمين، لو يسر الله مصنعا من المصانع يفعل كما يريد المسلمون، كما يريد المسلمون، بحيث الماء يرد على النجاسة، ليست النجاسة ترد على الماء، لا، حلت القضية. لكن على كل حال القضية محلولة بإذن الله. من أحب أن يتورع فهذا شأنه، والورع لا حدود له، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.